عسلامة 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 تكون الناس كل شحوالكم، إن شاء الله تبدأوا في خير ونعمة يا ربي. كيما تراو شه 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 ما شاء الله نويتكم ونشهيكم بروسات اليوم. اليوم إن شاء الله كيما تراو باش نعمل مع بعضنا كريب محشية بطريقة سهلة وبسيطة وبنينة، نويتكم ونشهيكم بقدرة ربي تجربة وترحموني على والداي، خاطر الدنيا سخنة ومعناها كان حاجة سهلة وفيت فيه فيسع فيسع. المهم قبل ما تدخلوا ما تنساوش تعملوا اشتراك وتفعل الجرس باش يوصلكم مزيد بخدة ربي، ونتوكلوا على ربي ونبداو. بسم الله نتوكلوا على ربي ونبداو. كيما يريد تاخذينا 300 غرام فارينة عليهم شوية ملح، وهنا 3 كعبات عظام. طريقة سهلة رايحة على الاخر نتاع الكريب، ديجا عملتها معاكم انا قبل بصراحة نعمل عيني ميزاني، اما غير هنا نعطي فيكم في المكونات باش ما توحلوش. وعليهم هنا مغرفة مليانة متاع زيت، نجمو تعملو زيت نباتي وإلا زيت زيتون اللي يساعدكم. بسم الله وبشوية بشوية نزيدو 600 ملل حليب. بالنسبة للحليب تنجمو تزيدو أكثر ولا أقل قد ما تحبوها انتوما، جارية ولا عاقدة اللي يساعدكم انتوما بالطبيعة. هذاك علاش بداو صبو بشوية بشوية وعينكم ميزانكم، ونخلطوا المكونات كلها مع بعضها. بالطبيعة تنجموا تخدموا حتى بيديكم كهو، المهم تنحيوا الكعابر مليح مليح ما تخليوش كعابر الفارينة. وبالنسبة للكمية اللي عطيتها لكم تنجموا تعملوا حتى شطرها، راهو مش مشكل، مش بالضرورة تعملوا يعني 300 غرام فارينة. تقسموا الفارينة عليها نص يعني زادة كيف كيف كمية الحليب، فوالا لين نتحصلوا على الخليط متاعنا. بسم الله نكونوا سخنا الكريبير متاعنا ولا المقلة اللي باش تستعملوها، المهم تكون باهية يعني الكاليتي متاعها ما تلصقش وما تشد لكمش. تحطوا فيها شوية زبدة يعني ديما بين الكعبة والكعبة باش طيبوها، شوية زبدة لازم منها. وكما ترى نتصور انا الناس كل تعرف تعمل الكريب، اما كمان فما شكون زادة ما يعرفش. تخليوها تيب شوية من الشيرة الاولى وتقلبوها على الشيرة الثانية. المهم حبيت نقولكم مش لازم طيبوها برشا برشا، جوست ما تحمر شويه تنحيوها من الغاز، يعني ما تخليوهاش اللي تحمر بالكدي نص طيب كيما نقولوا نحن، شويه عشيره الاولى وشويه عشيره الثانيه، خاطر من بعد ان شاء الله باش نزيدو ندخلوها للفور يعني تزيد الطيب شويه. يا اخي هذاك علاش ما نطيبوهاش بالكدي بالكدي برشا برشا، يعني ما نكحلوهاش نحمروهاش. بسم الله انا ناخذو مقله اخرى نحطو فيها كيما ريتو شويه زيت عليها شويه زبده، نسخنوهم يعني نذوبوا الزبده متاعنا ونقليو فيها شويه بصل وسنه ثوم. وكيف يتقليو هكا شويه نصبوا بسم الله كيما تراو لهنا السبنيخ. بالنسبه لي انا استعملت ساشي فيها 500 غرام، بالطبيعه تنجموا تستعملوا اكثر كيما اقل، اما بالنسبه لي انا قلت لكم 500 غرام استعملت لي محسوب 8-9 كعبات كريب، يعني يظهر لي سافا 500 غرام به ما تنقصوش، كان ناوي باش تعمل 8 كعبات فوالا. ونذبلوهم مليح مليح، تراوه من الاول هكا نفوجوا كل شيء، اما من بعد راهو يتفش ما تخافوش. ونملحوه دوب شويه ملح وشويه فلفل اكحل، اما ردوا بالكم ما تملحوش برشا، دوب شويه ملح خاطر هو بطبيعته راهو يبدا مالح. بسم الله ونحيوا له الماء نتاعو، تنجموا تخليوه يبرد ومن بعد تستقطروه يعني بيديكم وتعصروه حبيت نقول، والا تحطوه كيما تحبوا هكا في صفايه وتنحيوا له الماء نتاعو خاطر سخون ردوا بالكم. المهم النتيجه في النخل ولا يتنحك الماء كومبليتمون. بعد ما استقطرناه كيما ريتو نحينا له الماء نتاعو، نزيدوه لهنا بسم الله 100 غرام ريكوتا عليهم 100 غرام لهنا جبن مرحي، تستعملوا الجبن اللي يساعدكم واللي تحبوه ونخلطوا مع بعض. بالنسبه لي انا لهنا ما زدتش لا ملح لا حتى شيء خاطر ديجا فوحت السبنخ نتاعي، ونحطوه على جنب. بسم الله اونتروطون تعديت باش نحضر البشاميل نتاعي، في بالي صورت يا اخي طلعت ما صورتش، المهم ديجا صورتها معاكم انا البشاميل، تو نخلي لكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف وين فما كرفلس صغرون على يديكم اليمين تحت الفيديو، تلقاوها مفصله حسين ومدقه، نتيجه ما شاء الله روعه كيما تراو فيه وبنينه كيما متاع اللي يبيعوا فيها البر حسين. بسم الله هنا كيما تراو ما شاء الله حضرنا كل شيء، حضرنا البشاميل، حضرنا كيما ريتو الخليط نتاع السبنيخ نتاعنا، كعبات الكريب نتاعنا زاد كيف كيف حضروا، ما علينا توا كان تعداو للتاب يعني الاخرانيه محسوب.
كيف مريتوا الفرشه الاولى عملت البشاميل، اما تنجموا تعوضوه باي نوع جبن عندكم في الدار وتحطوا كيما تراو لهنا. مغرفه تبدا منينه بالحشو نتاعنا ذاك اللي حضرناه نتاع السبنيخ. طريقه سهله وواضحه يظهرلي. نسكروا كعبة الكريب نتاعنا كيما تراو على أربعة، يعني لين تجينا مربع، نهزها ونحطها في البلاتو نتاعنا اللي ديجا حاطينو على جنب. بسم الله، كيما ريتو طريقه سهله ما فيها حتى شيء. تو معنينا كان نصبوا بقيه البشاميل فوق كعبات الكريب بتاعنا كيما تراو فيها، نغطيوها حسيلو باللي قعد ونشخشخوها تو بشويه موتزاريلا، برشا موتزاريلا قد ما تحطوا حسيلو قولوا ما حطينيش. المهم كان ما عندكمش موتزاريلا زاد تنجموا تعوضوها بجبن مرحي والا تعوضوها بجبن مربى حسيلو. المهم شخشخوها وقولوا ما شخشخنيش باش تجينا حاجه بنينه بقدره ربي. وندخلوها الفور، فور 200 درجة هكاك مدة 20 دقيقة ماكسيموم، للي تراوها حسيلو بدات تحمار من الفوق ويتبدل لونها. حسيلو نودكم ونشاهيكم. هكاك تحصلنا على دبارة صيفي سهلة خفيفة بنينة مشخشخة. حسيلو ريحتها ما شاء الله فايحة والله، قد ما نقولكم قداش ريحتها بنينة وهي زادة بنينة، وهيك كلها منفع حسيلو وسهلة بالنسبة لنا نحنا، ونتصور الصغار زادا يحبوها. ولا إن شاء الله عجبتكم المهمة الدبارة وتجربوها وترحموني على والدي بقدرة ربي. ان شاء الله كيما قلت لكم عجبتكم دبارت اليوم. تو نفهم من لايكاتكم من كومنتارياتكم من تشجيعاتكم، هما اللي يخليوني ديما نحاول نرجع بجديد والبنين والمتنوش، ونحاول خاصه نجيكم بروساتات هكا سهله في متناول الناس الكل. نحبوا كان الحاجه سهله واللي تعجب الناس الكل والبنينه. قبل ما تمشيو حاسيو ما تنساوش تعملوا اشتراك وتفعل الجرس باش يوصلكم الجديد بقدرة ربي. وكان جربتوا اي نوع اي حاجه من الروستات اللي عملناها مع بعضنا ما تنساوش باش تبعثوا لي تصوركم على الباج انستغرام تاعي. مرحبا بكم الناس الكل، شاركوني بتجاربكم حاجه تفرحني عن الاخر. تو معني كنقول لكم كان على بروشين ان شاء الله في فيديو جديد بقدره ربي.